خلى تشرخا دخل قلب مرفا. هذه قلعة الوداد. إن كنت ودادي اشترك في القناة وفعل زر الجرس لنستمر إن شاء الله بتقديم الجديد. مباراة نارية بين الوداد ويوسفية برشيد. يحل نادي الوداد الرياضي ضيفا ثقيلا على يوسفية برشيد يوم الخميس بالملعب البلدي لبرشيد على الساعة 9:30 مساء لحساب لقاء مؤجل من الجولة 16 من الدوري الاحترافي المغربي. ويحل فريق الوداد الرياضي بقيادة مديره الفني التونسي فوزي البنزرتي في المركز الثاني برصيد 38 نقطة من 18 لقاء بفارق نقطة واحدة عن المتصدر الرجاء الرياضي الذي خاض 19 مواجهة، فيما يحتل فريق يوسفية برشيد المركز 15 قبل الأخير برصيد 19 نقطة. ويسعى الفريق الأحمر لتحقيق الانتصار ولا شيء سواه، وذلك كي يستعيد صدارته الضائعة في الجولة المنصرمة لصالح الغريم الرجاء في حال تعثر هذا الأخير أمام سريع واتزم، أو البقاء على المطاردة بفارق نقطة واحدة ومباراة ناقصة لفريق الوداد الرياضي. نهاية الخبر. دمتم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.